الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بأمر الله. زي ما انتم شايفين كده انا بعصج لحمة على البوتاجاز النهاردة. ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة خطيرة، حاجة جميلة جدا الكل بيحبها، الكبير قبل الصغير، مش هنقول كمان الصغير والكبير، تمام. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ النهاردة هنعمل صينية بوريك التركي، بوريك تركي باللحمة المفرومة. طبعا الحشوات زي ما انت عايزة، ممكن تحشيه جبن، ميكس جبن براحتك خالص، تمام. بس انا النهاردة ان شاء الله هحشيه لحمة مفرومة. احنا طبعا عصجنا اللحمة المفرومة مع بعض قبل كده، فانا هديكي لمحة كده بسيطة عن تعصيج اللحمة عشان بس ايه ننجز مع بعض في الفيديو. اولا الصينية بتاعتنا ديت صينية خطيرة جميلة جدا، ممكن برضو تشرفك في عزومات رمضان كده لما تعمليها، يبقى نوع من التغيير عن صينية الجلاش المعتادة المربعات او السمبوكسات اللي بتتقطع اللي احنا متعودين عليها. فصينية البوريك التركي حاجة جميلة جدا، بيبقى شكلها كده جميل وطريف ما تحطيها على السفرة، بتشرفك ان شاء الله قدام ضيوفك في سفرة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. هنا انا معايا دوت كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، تمام. طبعا انا حطيته كده زي ما انتم شايفين مع معلقتين من السمنه علشان اعصج اللحمه الاول زي ما احنا اتفقنا، وما بتقلبيش فيه الا لما ايه تبدا اللحمه بتاعتك تاخد تغير اللون كده اهو. بصوا طبعا اللحمه كلها لسه ما غيرتش علشان هتبقى لازقه منك في الصينيه، فما ايه ما تتحرقش وتبوظ منك. انا ببدا احط ايه الاول كده مع اللحمه، اول ما ببدا اعصجها بحط معلقه من الجنزبيل ومعلقه من القرفه، تمام. جنزبيل وقرفه دول بس كده بداية هما اللي بحطهم على اللحمة وانا بعصقها علشان اللحمة يبقى ليها شخصية كده وريحة وطعم جميل. هعصق اللحمة بتاعتي وافلفلها وهنشوف الاضافات واحدة واحدة مع بعض في الفيديو واحنا شغالين. بصوا كده شايفين اللحمة بتاعتنا وصلت للمرحلة ايه، شوفوا اللحمة كده اتعصقت وفلفلت معايا. هنزل معايا دلوقتي بايه معايا دلوقتي دوت يعني كيلو الا ربع، هحط له حوالي نص كيلو من البصل او ثلاث بصلات كبار مفرومين، تمام. البصل بيدبل طبعا معانا غير لما بتبداي تحطيه بالشكل دوت، وكمان بيدي تذكره وطعم جميل لايه للحمه المفرومه. هنزل كمان معايا بحبه كده من الكزبره، ماشي. هنزل بحبه من بهارات اللحمه اهي، معلقه، تمام، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود بالشكل ده. خلاص كده يبقى كده ايه خلصنا التوابل والبهارات بتاعتنا. كمان هحط مكعب من المرقه، حابه تحطيه تمام مفيش مشاكل، مش هتحطيه يبقى خلاص ايه براحتك يعني. خلاص هقلب برده، هعصج البصل كده واللحمه مع بعض لحد ما البصل يدبل معايا وياخد لون كده ويتكرمل ويبقى جميل، ونرجع نكمل بقية العصاج بتاعنا. بقى نكمل العصاج بتاعنا زي ما انتم شايفين احنا كده وصلنا بالعصاج بتاعنا لاخر مرحلة يعتبر، اللي هي بص ده مكعب المرقة اهو انا لسه حطاه، تمام، ما حبيتش اقلبه الا لما تشوفوه معايا. هنحول بقى العصاج بتاعنا لايه، احنا هنحوله لعصاج بالخضار، لحمة مفرومة بالخضار، تمام. يعني هيبقى اللحمة المفرومة والخضار. خضار ايه؟ تعالوا بصوا شوفوا معايا، بصوا اهو انا معايا هنا ده فلفل الوان، وعلى فكره كل العصاج بتاعي انا دايما بحب عليه مجموعه الفلفل الالوان ديت وجزرايه او جزرتين، تمام، بتديني قيمه غذائيه وكمان بتديني طعم للعصاج بتاعي. هنزل كده اهو، طبعا الكميات محدوده متروكه ليكي براحتك، تبع انت ايه تبع الكميه اللي انت بتعمليها اساسا وتبع الصينيه اللي انت هتعمليها لفردين لثلاثه لعشره، تمام. فتبع كل ما هتزودي، انا قلت لك ان كيلو اللحمه المفرومه بس انا حطيت عليه نص كيلو من البصل، كيلو الا ربع اللحمه المفرومه. بعد كده بقى ايه فلفلتين على جزرايه على ايه فلفله حمراء خضراء صفراء على جزره كده زي ما انت شايفه كده معاكي اهو، دول كده ايه الفلفل، تمام. هحط ايه خضاري تاني، هو كده خضاري، لا كده مش الخضاري كله، هحط ايه ده معايا هنا كده بطاطسايا اهي. بصوا البطاطسايا دي انا بشرتها وعصرتها خالص، شايفين ما فيهاش اي ميه، عصرتها. لو في بطاطس بتبقى فيها نسبه ميه كتيره فيفضل انك انت تعصريها، ما فيهاش يبقى خلاص تمام كده اهو، تمام. وبشرها زي ما انتوا شفتوا بناحيه المبشره العريضه. هقلب بقى بقيه ايه المكونات بتاعتي ديت مع العصاج بتاعي، الفلفل والبطاطس هفضيها دلوقتي،
وهغطيه لمدة 10 دقايق بس كده أو 7 8 دقايق، ياخد ويدي مع بعض. وبعد كده هنكمل البريك بتاعنا ونشوف ايه اللي هنحشيه بيها، عجينة، جلاش، ايه اللي بالظبط اللي احنا جايبينه وهنحشيه. استنوني، يلا بينا مع بعض نشوف بقى قبل ما نبدأ نلف اللي هنعمل. طبعا البوريك النهاردة بتاعنا بايه؟ بالجلاش. زي ما انتم شايفينه هنا كده انا لفاه في فوطة مطبخ عشان طبعا ما ينشفش مني بعد ما شلته من الكيس بتاعه. التشريبة بقى اللي احنا هنسقي بيها الجلاش بتاعنا اللي هتدينا طراوة للجلاش. طبعا الجلاش بتاع البوريك لما بنخرجه مش بنسقيه زي ما بنعمل الجلاش العادي. تمام معايا؟ اول هنا زي ما انتم شايفين كده في بولة صغيرة 2 حبة بيض، حبة بيض يكون بره التلاجة. تمام معايا كمان ايه؟ معايا دي كوباية من اللبن او الحليب، كوباية حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده معايا كمان كوباية من السمنة او الزبدة المذابة. لو حابة مثلا نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت او زبدة على زيت مفيش مشاكل، انا حطاها كلها سمنة. تمام اهو بسم الله. خلي حبة دول بس كده هدهن بيهم الصينية. وهحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وكمان رشة من الملح. وهبدأ ايه؟ اقلب بقى الخليط بتاعي كله كده بالفرشة لغاية لما يمتزج معايا. وهدهن الصينية بتاعتي ونرجع نشوف هنلف البريك بتاعنا ازاي. بصوا بقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل كل 3 ورقات من الجلاش هعملهم رول. تمام 3 دي، دول عملت 2، وكل ورقة هتاخديها هتدهنيها كده هوت بفرشتين كده من صوص التشريبة اللي احنا عملناه. تمام حطيت ورقتين وادي التالتة اهي، هبدأ برضو هحطها كده عادي مفيش مشاكل حتى لو مقطوعة مننا اهو بالشكل ده. تمام دهنة كده ايه خفيفة على كل ورقة. وهياخد برضو الناحية دي اهو عشان كنت اطبقهم ما تلتهمش، هم شايفين 3 ورقات اهم معايا. وهبدأ ادهنها برضو كده بالشكل دوت. وهحط الورقة التانية. تمام وهديها برضو كده ايه فرشتين اهو. وهحط الورقة التالتة. يبقى دول كده ايه؟ 3 ورقات من الجلاش هعملهم رول. كل 3 ورقات عندي باكت من الجلاش نص كيلو او برضو زي ما قلتلك ايه تبع الصينية اللي انت هتستخدميها او هتعمليها. يعني هتعملي كمية كبيرة مثلا هتعملي صنايتين يبقى هتستخدمي كيلو من الجلاش، كل لفة 500 جرام. تمام كده خلاص كده هجيب بقى ايه العصاب بتاعي. طبعا اهو احنا عملناه مع بعض وهنبدأ ناخد منه بالمعلقة كده ونحط اهو هتظبط كده بالشكل ده. طبعا الحشوه بتاعتي لسه سخنه عشان انا لسه عاملاها والوقت بس معايا ايه متاخر فعايزه اخلص بسرعه. هوريكو كده اول رول هلفه وبعد ما نخلص هنشوف الصينيه بتاعتنا وهنشوف التسويه بتاعتها وبقيه صوص التشريبه اللي يتبقى معانا هنعمل بيه ايه. بس اخلص معاكم اول رول وبعد كده هكمل اهو. بصي هاتتني كده اول ورقه وهتبداي تلفي بالراحه. اهو بصي هتاخدي كده الرول بتاعك واحده واحده اهو بالشكل دوت. كل ما هتلفي كل ما هتلاقيه ايه اخد فرقات الجلاش اكتر وتماسك معاكي اكتر اهو. تمام كده بالشكل ده. ده زي ما قلت لكم كده اول رول اهو. الصينيه بتاعتي انا دهناها، ممكن مثلا الورقه بتاعتي لفت الجلاش ما تكملش الصينيه، بس بصراحه هو عاوز صينيه مستطيله وانا ما عنديش صينيه مستطيله اصغر من ديت. فهحط ايه الرول بتاعي كده في الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام بالشكل دوت. وهكمل بقيه الرولات بتاعتي كلها رص 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 جنب بعض هوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن ونشوف التسويه بتاعتنا ان شاء الله. بس هكمل وارجع لكم. تعالوا بقى كده بصوا ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصتها اهو. اخدت معايا لفة الجلاش اللي هي 500 جرام ولفة تاني كانت عندي بصراحة كان نوع تاني يعني حتى اهي بصوا عشان يعني يبقى كل حاجة مع بعض اهي. تمام فتحتها اخدت منها
ثلاث رولات الاخرانيين دول، الثلاثه دول تمام. اخذت ثلاثه، اخذتهم كملت بهم بس ايه الصينيه، وخلصت الصينيه بالشكل دوت، رفيتها زي اول رول معاك ولفيته لغايه اخر رول بنفس الطريقه، ثلاث ورقات ثلاث ورقات، كل رول ثلاث ورقات. خلاص ده اللي اتبقى معايا من ايه، من الصوص بتاع التشريبه. هعمل به ايه دلوقتي؟ هاخد كده اهو، تعالوا كده احنا هنحطه هنا مش هيجرى حاجه، وهنعمل ايه، وهناخد كده وهنمشي على الايه الرولات بتاعتنا بالشكل دوت، وهنسيبها بعد ما ندهنها بالشكل دوت بباقي الصوص بتاع التشريبه، هنسيبها بره حوالي نص ساعه ترتاح تمام. الجلاش، ورق الجلاش يعني بيتشرب كده زياده من التشريبه اللي احنا بنحطها، وبتبقى طريه معاكي وجميله جدا لما بتخرج من الفرن. هريحها بقى، هاتين هنا هكمل يعني الدهان بتاع الرولات بتاعتي ديت بصوص التشريبه، وهندخلها الفرن. لما نيجي ندخلها بعد نص ساعه هتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 200 تمام، على الرف تاني رف بعد الارضيه، وهندخلها لغايه لما تاخد معانا لون من فوق ومن تحت، وتحسي ان الجلاش بتاعك استوى. مش هتاخد اكتر من تلت ساعه، 25 دقيقه بالكتير خالص، وهنخرجها ونشوف البريك التركي معانا هيكون شكله عامل ازاي، وهيكون معلش اعذروني، وهنشوفه على سفرتنا هيكون شكله ازاي بعد التقديم ان شاء الله. بصوا كده انا دلوقتي ايه هدخل الصينيه بتاعتي بعد ما سبتها نص ساعه، هعمل ايه؟ هقطعها، انا ما قطعتهاش معاكم، هنقطعها صوابع طوليه. طبعا بصي طبعا عرض الصينيه بتاعتك، انا هقطعها كده بالطول، فمش هتيجي معايا اكتر من ثلاث تقطيعات بالشكل دوت تمام. اهو بصي انا قطعت كده هنا اهو بالشكل دوت، وهحاول اظبط برضو ايدي كده اهو تمام بالشكل ده، وهمشي كده، هضغط ضغطة خفيفة بس كده الاول عشان خاطر ايه تظبط معايا الصوابع، وبعد كده هروح نازلة بالسكينة لتحت الف الصينيه كده، واجيب الناحيه الثانيه اهو بالشكل ده، وبرضو هنا اهو، وبكده هتكون ايه خلاص جاهزه الصينيه بتاعتي علشان تدخل الفرن اهو. زي ما انتم شايفين كده خلصناها، شايفين اهي التقطيعه بتاعتها تمام. هدخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 200 على تاني رف بعد الارضيه لغايه لما تاخد معانا لون من فوق ومن تحت، وبعد كده نشوف البوريك بتاعنا. بصوا كده صينيه البوريك بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن، بسم الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي؟ شكلها بيتكلم عن نفسه، خطيره بصراحه. طبعا انا لسه مطلعاها ما فيش 10 دقائق، غطيت وشها، تطلعي تغطي وشها علشان تطرى معاكي حبه، وبعد كده تقدميها. بصي بصي شايفه اهو، احنا طبعا ما اديناهاش اي حاجة تاني بعد التشريبة اللي احنا اديناها لها، تعالوا كده بس. طبعا هي لسه سخنة، المفروض كانت تهدى شوية عشان اعرف اطلعها معاكم، بس هحاول اطلع برضو وهوريكم شكل الصوابع بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده شايفين، شايفين ما شاء الله الصوابع بتاعتنا بتاعت البوريك عامله ازاي اهي. بصوا بصوا ما شاء الله، بصوا برضو الجلاش بتاعنا مورق جامد اهو، جميل جدا. بصوا كمان حابه اوريكم برضو ايه التسويه، بس سخنه على ايدي. بصوا شايفين من تحت اهي ما شاء الله جميله جدا، من فوق ومن تحت شايفه الصوابع متماسكه وجميله معايا ازاي، خطيرة بصراحة. وصفة سهلة وجميلة وظريفة في نفس الوقت، تغيير زي ما قلنا عن شكل الجلاش الايه المعتاد اللي احنا معتادين عليه في الصواني بتاعتنا. تنفعك في عزومات رمضان، خطيرة جدا. لو انت بقى ما جربتيش الوصفة ديت او ما عملتيهاش لسه، بدري معاكي، يلا اعمليها ان شاء الله وجربيها بطريقتي، وقولي لي رأيك في التعليقات. طبعا ولو وصلتي معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، اختي وحبيبتي، لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم في الله، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.